الأمن خط أحمر، يبقون يختاروا الرئيس وزراء، تبقى حكومة تصريف الأعمال، من يأتي من يذهب، القوات الأمنية كلها بكل مسمياتها، أكو عندها سياقات تعمل بيها، أكو رأس يصدر أوامر، أكو قيادة عمليات مشتركة تنطي التوجيهات لكل القوات الأمنية المشتركة. وعليه اللي أرجو نستمر بنفس الهمة، نفس الاندفاع، ما لنا علاقة بهذه الأمور، الجوانب السياسة ما لنا. أنا ما أريد الحكي لكم، ينزل إلى مستوى آمري، ألوية آمري، وحدات إلى مستوى الجنود. عملية استباقية في استهداف الجيوب أو الخلايا النائمة أو المضافات أو كثير من المناطق التي تتمركز بها داعش، عناصر داعش الإرهابية، وبالتالي القصف الأخير في جبال حمرين وكثير وادي حوران وفي كثير من المناطق، ونشاهد هنالك العديد من العمليات والطلعات العسكرية العراقية من أجل التضييق على هذه الخلايا، من أجل أن لا تستخدم أيضا هذه الخلايا أو تستخدم عناصر داعش كورقة ضغط على الحكومة العراقية أو على مجلس النواب العراقي لتطبيق أجندات معينة قد تكون هذه الأجندات خارجية. قضية أنه استهداف مقرات داعش أو مراكز تدريب لداعش في الصحراء الغربية أو جبال مكحول وغيرها، حقيقة يعطينا الاعتقاد أنه القوات العراقية بشكل كامل هي قادرة على مواجهة عصابات داعش. مقارنة بالتصريحات الأمريكية أنه في حال انسحاب قواتها من العراق سيكون هناك فرصة سانحة لعصابات داعش.